السلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمين جوليا قارئة الدار والكوتشينة. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منصل، سواء فيديوهات لتوقعات الأبراج أو شتى المواضيع أو إشارات البث المباشر اللي بنعمله للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم، فمرحبا بكم معنا. النهاردة عندنا فيديو للعلاقات العاطفية، يعني دايما بتطلبوه. ما رأي الشريك، الحبيب، الحبيبة، الشريكة، الزوج، الزوجة فيكم انتم؟ حيكون الاختيار حسب اول حرف من اسم الطرف الثاني اللي هو الحبيب، الزوج، الزوجة، الحبيبة، العشيقة، او اختيار اول المسبحة. اختيار ثاني البيضة الوردية دي أو البنية حسب ما تروها. الاختيار الثالث البيضة الزرقاء. الاختيار الرابع الطبل. الأحرف هتلقوها في الشاشة لكل مجموعة، يعني مش هنطول في الفيديو كتير، لأنه سؤال واحد بس. رأي الطرف الثاني بتاعكم، يعني الحبيب، الحبيبة، الشريك، الشريكة فيكم انتم، ما رأيه فيكم؟ هتكون الإجابة عبر كارت واحد. أول حاجة نبدأ مع أصحاب الكارت الأول قبل ما نشوف الإجابة بتاعتكم. الأحرف في الشاشة، اختيار المسبحة السوداء، طاقتكم. طاقتكم الحالية أصحاب المجموعة الأولى أو الكارت الأول أو الاختيار الأول. أنتم دلوقتي في حيرة كبيرة جدا، غالبا في طاقة برودة في العلاقة أو انفصال في العلاقة، يا إما أنتم متطلقين يا إما منفصلين يا إما في علاقة باردة، أو في مسافة ما بينكم أو فرق في السن ما بينكم. بتفكروا كتير، يعني بيهمكم كتير رأي الطرف الثاني ده بتاعكم فيكم أنتم. طب نشوف. رأيه فيكم عنده طاقتين، من جهة شايفكم انكم ناس عانيتوا كتير في الماضي، اتأذيتوا كتير في الماضي، انكم يعني تعملوا الخطأ وتبكوا على اطلاله، ترتكبوا الخطأ ويعني تتهموا ناس اخرين بالخطأ ده، دايما تحطوا نفسكم ضحايا، دايما تقارنوه مع علاقات سابقة او تقارنوه مع ناس اخرين. رأيه فيكم انكم ناس حقيقة كويسين وطيبين، لكن عندكم الإحساس أوفر كتير جدا، يعني قوي جدا، حساسين جدا، يعني أي حاجة خلاص تزعلوا وتبكوا على الأطلال وكذا 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 وكذا. لكن في بعض الأحيان بيلومكم الإنسان ده أو بيلوم نفسه على إنه دخل في علاقة مع إنسان لم يتصالح مع نفسه، أو لم يتصالح، إنكم أنتم لم تتصالحون مع نفسكم ومع ماضيكم أو مع ما عشتوه في الماضي. ناس تخلطوا الرومانسية بالدراما، ما تقدروش تخلوا يوم أو أسبوع يمر بدون ما تحطوا فيه الدراما، رغم إنه شايفكم رومانسيين بس حساسين أوفر. ده هو رأي الطرف الثاني فيكم يا أصحاب المجموعة الأولى. أوكي. نشوف دلوقتي أصحاب المجموعة الثانية. ما هو رأي الشريك، الحبيب، الزوج، الزوجة، الشريكة، الحبيبة فيكم؟ نشوف طاقتكم.
مالكو مالكو يا ناس، جايبها لي من الاول كده، قطع الرؤوس والخنجر ومش عارفه ايه. ايه ده؟ اختشي يا بيت، اختشي يا بيت منك ليها. بهزر عشان اضحكوا شويه. لا انتم في طاقه، يا اما انتظار كارما، يا اما عاوزين تنتقموا، يا اما عاوزين تجيبوا حقكم تالت ومتلت. يعني زي ما بقول اللي بيسالوني في اللايف، ما القادم لي عاطفيا؟ مواصفات الشريك المستقبلي. هتقفله كده في الشارع، تعالى انت اللي اتجوز بيا لان كارمن هي ادتني المواصفات بتوعك. كل احتراماتي يعني. معلش، تقيتكم هنا تقيت رغبة في إخراج ما هو بداخلكم كغضب، كحاجات عاوزين تقولوها ما قلتوهاش، أو ما قدرتوش تقولوها، أو نسيتوها في الوقت اللي كان لازم تقولوها. رغبة انتقام، رغبة أخذ قرار نهائي، انتظار، أو قلب الصفحة وتسيروا طريقكم وتنسوا الإنسان ده، أو تبدأوا صفحة جديدة مع الإنسان ده، ولا ربما الإنسان ده كنتم منفصلين ورجع ودلوقتي مش عارفين قصده من الرجوع. فأنتم عندكم طاقة لخبطة في عقلكم. أوكي، يعني دلوقتي الطرف الثاني بتاعكم، الشريك الشريكة، الزوج الزوجة، رأيهم فيكم أصحاب المجموعة الثانية. الحمد لله. انتوا كمان يعني الطرف الثاني رأيه فيكم متضاد، يعني نفس ال مش نفس الرأي، يعني رأي كويس بس في نفس الوقت رأي آخر يعني ضد الرأي الأول اللي اداه. من جهة شايفكم انكم ناس بتحسبوها كويس، ناس متزنين، ناس بتساعدوا، ناس دايما عندكم أناقة، عندكم هيبة ادهلكم ربنا. يعني حتى لو ما تلبسوش حاجات غالية أو عندها قيمة، لكن في نفس الوقت يعني ربنا ادالكم الرهبة دي، الهيبة دي، الأناقة دي والرشاقة دي. لكن الحاجة المضادة لها إنكم أوفر في بعض التصرفات بتاعكم، على إنكم هاي عالية، حاسس انكم دايما عاوزين تظهروا نفسكم انكم هاي عليه. ربما لما تلوموه تقولوا له انا عملت لك وعملت لك وعملت لك وعملت لك. يعني دايما تفكروا بالمساعدات اللي ساعدتوه بيها، عشان كده هو بعض الاحيان يندم انه سمح لكم انكم تساعدوه. ده هو رأيه فيكم يا اصحاب المجموعه الثانيه. اوكي، نمر دلوقتي لاصحاب المجموعه الثالثة اللي اختاروا البيضاء الزرقاء دي، أو أول حرف من اسم الطرف الثاني من الأحرف الموجودة في الشاشة. نشوف الطاقة بتاعتكم. تعالوا هنا يا أصحاب المجموعة الثالثة، طاقتكم. مالكم انتوا كمان؟ مالكم متقلبي المزاج؟ مرة تحسوا نفسكم كويسين، مرة تزهقوا، مرة بتبكي مش عارفة ليه، مرة عندك قرف من الدنيا، قرف من الناس، قرف من الطرف التاني ده، قرف من كل حاجة حتى من نفسكم. بس في نفس الوقت السيرورة بتمشي بطريقة انكم تقدروا تغيروا طبعكم من سيء لكويس ومن كويس للسيء. بتفكروا في آفاق جديدة، في مستقبل، عاوزين تعرفوا تعملوا أساس لهذه العلاقة، سواء كنتم متجوزين أو متطلقين أو في علاقة باردة، عاوزين تعرفوا أساس العلاقة دي هل مستقبلا هتكون كويسة ولا لأ. لأن غالبا أنتم دلوقتي بتفكروا وتسترجعوا أحداث حصلت ورغبات عاوزينها تتحقق. دي طاقتكم. طب رأي الطرف الثاني فيكم؟ غالبا انتم عايشين، البعض منكم عايش في علاقة ثلاثية. البعض منكم الانسان ده اللي حطيتوه في نيتكم كراش،
معجبين بيه في السر، ومش عارفين ازاي تتغلغلوا في حياته. فهو غالبا شايفكم انكم سعداء، انكم مرة تحسسوا انكم مهتمين بيه، مرة ما تحسسوا عكس ذلك. مش قادر يقف على رجل للناس اللي هم كراش دي، حتى اللي هم متجوزين او في علاقة. الطرف التاني بتاعكم ده، الزوج، الزوجة، الحبيب، العشيقة، العشيق، لان واحدة مرة كتبت لي في التعليق ما تقوليش الطرف التالت، بتلخبط، التاني بتلخبط، زي ما لو كان الطرف التاني هو حيطة. معلش يعني. الإنسان ده والإنسانة دي مش عارف إزاي يوصل لكم فكرته، إزاي يفهمكم على إنكم لازم، يجب عليكم إنكم تنضجوا، لأن غالبا شايفكم عندكم سذاجة، وعايشين في عاوزين تعيشوا جو رومانسي خاص بالمراهقين، إنكم تبتعدوا عن الواقع، وعاوزين دايما رومانسية وبحبك وكذا واهتمام وكذا وكذا، وتنسوا ما هو محيط بيكم فيما يخص المجتمع وما ينص عليه المجتمع كعادات وتقاليد، كعمل، كالتزامات، كعراقيل في الحياة. دايما يشوفكم إنكم مش عاوزين تخرجوا من القوقعة اللي أدخلتم نفسكم فيها وكونتم شخصيتكم فيها، على إنكم من كتر الرومانسية بتاعتكم والحساسية بتاعتكم حساسين جدا، زهق يعني، اتخنق من الحاجة دي وعاوزكم تتغيروا. ده رأيه فيكم. أوكي، آخر اختيار الطبل. يلا ارقص يا بنت، لأنك ليه فرحي شوي. نشوف طاقتكم يا أصحاب المجموعة الرابعة والأخيرة. طاقتكم مالكي، مالكو يا أصحاب المجموعة الثالثة الرابعة، جزارين يا خرابي يا خرابي، صويع. ايه ده ايه ده، طاقتكم طاقة الإنسان اللي قاعد كده من بعيد لبعيد ويفكر إزاي ينتقم من الإنسان اللي أذاه. مرة يقول أنتوا يعني، مرة تقولوا كده هقطع له راسه، بعدين تقولي لأ، لو قطع له راسه هيموت في رمشة عين كده، مش هيحس بالعذاب. أقطع له إيده برضه مش هيفش غلي. فتقعدوا دايما تخططوا إزاي تأذوا الطرف التاني ده عشان يدفع تمن الأذية اللي أذاكم بيها. لأن غالبا أنتوا لو تفكروا كويس وتراجعوا نفسكم هتحسوا إنكم العاطفة اللي كانت من ناحيتكم لناحية الطرف التاني بتاعكم ده زالت مع الزمن، زالت مع الضربات اللي اداها لكم الطرف التاني ده، زالت، وأصبحتم دلوقتي شبه منعدمي العاطفة من ناحيته. بس دي طاقتكم. طب رأي الطرف الثاني فيكم انتو أصحاب المجموعة الأخيرة؟ الطرف الثاني ده حاسس بالخنقة، حاسس انكم عاوزين تروضوه، زي ما اشوف الراجل ده مروض النسر ده عشان يجي لعنده. دايما بتدوله اوامر، دايما بتحطوله قواعد، دايما تحطوله شروط كذا 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 كذا، ومش شايفين شخصيته هو او كيانه هو بحد ذاته عاوز ايه. شايفكم ناس عاوزين تسيطروا على حريته، خانقينه بالاسئله، ليه ما رنيت عليك ما جاوبتنيش، بعت لك رساله ليه ما جاوبتنيش، قراتها وما جاوبتنيش، ليه كذا وليه كذا وليه كذا وليه كذا. فهو يعني ما بيحبش الجانب ده منكم. رايه فيكم كده انكم عاوزين تروضوا دايما، ما تسمعوش، ما تسيبوش الانسان يعيش على طبيعته، عاوزينه دايما يكون حسب تفكيركم انتم مش زي طبيعه شخصيته. لا،
انت لو كنت بتحبني كنت عملت كذا وكذا وكذا وكذا، بس هو مش انتي او هي مش انت. كل واحد وربنا اداله شخصيته واداله طريقة تفكيره واداله طريقة نظرته للموضوع او للحاجة، حاجة ما. شايفكم ناس قياديين، نعم ناس عندكم الجرأة والقوة يعني توازن ما بين الضعف والقوة، لكن شايف انه القوة دي في بعض الأحيان لما الإنسان بيمشي معاكم في الخط يعني يسمع لكلامكم كل حاجة، تعملوا أوفر للأوامر، ما تدوش فرصة للإنسان ده على إنه ياخد نفس. دي كانت رؤية أو رأي الطرف الثاني بتاعكم يا أصحاب المجموعة الرابعة، وأقول لكم وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا عجبكم اكتبوا لنا في التعليقات. اللي عاوز يحجز قراءة خاصة مدققة مفصلة مدفوعة الثمن، الأدمينات في الشات بيكتبوا لكم. اللي عاوز إجابة سريعة أو بدفع سوبر شات 10 أورو، 10 يورو أو أورو للسؤال الواحد، إن شاء الله حكون معكم في الشات وقت بث هذا الفيديو. يعني اللي حيدفع السوبر شات 10 أورو حجاوبه على سؤال واحد. شكرا لكم، جمعة طيبة، وإلى الملتقى. مع السلامة.